النجم السوري محمد باش مستمر بتحقيق حضور فني مختلف على الساحة من لحظة تخرجه من برنامج الهواة حتى اليوم، ومع مرور كل هالسنوات التقينا به حتى نكشف ويا أخباره وتحضيراته وأمور هواية الناس حب تكشفها عنه. يا أهلا وسهلا فيكم يو تي في العراق وكل المتابعين بالعراق، تحياتي لكم. الجمهور العراقي أنا بحسه كثير قريب لنا كجمهور سوري، ويعني بحسهم أهلنا نحن ونحن واحد. عندك حادثة صارت وياك مرة ويا معجبة عراقية، تتذكرها؟ صبية جاية من العراق مخصوص، كانت هون على الأوتيل وجايبة معها باقة ورد وجاية بدها تشوف محمد باش، وفعلاً أنا يعني تفاجأت بوجودها. يعني هيدي العلاقة أصلاً اللي بلشت وقت البرنامج لهلأ، هالعلاقة كتير كتير حلوة مع الجمهور العراقي فعلاً. محبة الناس نعمة يا محمد، قدرت خلال مسيرتك تدخل قلوب العراقيين، فشنو وعدك إلهم اليوم؟ أكيد جمهور العراق دائماً بيطالبوني أصلاً بأغنية عراقية، ودائماً هلأ وعدهم أنا بشيء عراقي لازم أعمله، وبالأصل أنا بحب كتير اللهجة العراقية، وهو وعد كان من قبل واليوم هو صار وعد، وإن شاء الله بحيز التنفيذ إن شاء الله. يعني صرت عم بسمع من أكثر من حدا اللي بعتولي قايدات، عم دور أنا يعني عم شيء يكون هيك بيختلف، وفعلاً الغنية العراقية هي عم توصل صارت أسرع، وحتى بسوريا عم تحكي أنت بين سوريا والأردن وما بعرف إذا لبنان كمان شوي عم بينتشر هيدا الفن، وأكيد طبعاً بالخليج العربي هو الغنية العراقية واللهجة العراقية اللي هي قريبة للهجة البيضاء عم تكون، فهي عم توصل أسرع للجمهور طبعاً. بعيد عن الفن، استقبلت مؤخراً فرد جديد بعائلتك وهو ابنك، فشنو تحكي لنا عن تجربة الأبوة اللي تعيشها حالياً للمرة الثانية؟ صار هلا صبيين ايان وايمن، تتخيل قديش يعني لما عم بوصل لما يجيني هيدي الردود الافعال من كل المباركات اللي عم تكون بالنسبه انه صار عندك انت ابو الصبيان، يعني صرت هلا وصاروا عندي مسؤوليات شباب بكره بيكبروني. لا كل شيء ما عند الله اكيد، هو الحمد لله الخلقه الكامله وهيدا اهم شيء، والصحه اكيد. الصبيان لا جربنا مع ايمن وهلا ايان، ان شاء الله هيك يعني انا بحب الصبيان، بس اكيد البنوته بيقولوا البنت يعني هي للاب تكون تغير له حياته لما يكون في بنوته بالعائله. يخلي لك ياهم يا محمد. اخر تجاربك الفنيه كانت تجربه شارت مسلسل خرزه زرقاء وكانت موفقه كلش، فشنو تقول عن هالعمل؟ يعني هو دائما اكيد الغنيه لما تكون كشاره مسلسل تاخذ صدى اسرع وتنتشر اكثر، والحمد لله يعني خرزه زرقاء كتجربتي ثانيه بشارات المسلسل هي لها حاله كثير خاصه، يعني كتبت تماما للمسلسل، حتى كلمات الاغنيه لما انا كتبتهم اشتغلت عليهم وضفت أغنية كلمات خرزة زرقاء تكون موجودة فيها حتى تعلق بذاكرة العالم كلياتها. الحمد لله يعني كنت متوقع صراحة يعني إنه في شوية خوف إنه الغنية ما تنتشر أو إنه ما تلاقي صدى، بس الحمد لله يعني إنه وصلت للكل وعم تلاقي صدى يوم بعد يوم بانتشار مسلسل أكيد، وعم شارك بنجاح المسلسل، وأنا إلي الشرف إني أكون جزء من هذا العمل، وإن شاء الله بالمستقبل رح يكون في أعمال جديدة. نجاحك كان سببه وسامتك وخياراتك الغنائية الرومانسية والخط اللي اختاريت تشتغل به، توافقنا؟ هلا الوسامة بلشت تروح خلاص، واحد عم يكبر هلا طلع فوق ال 30 بقى له شوي لخلصهم ال 30. اكيد العمل الفني هو هذا رصيد الفنان، يعني فانت لما يكون عم تشغل غنية تبقى والناس تضل عم تسمعها، واوقات يعني فعلا بقول انه اوكي رح انساكي صار لها 10 سنين 11 سنة، بعد لهلا في ناس عم تسمعوها وبعد في ناس جديدة عم يسمعوا الغنية، فهيدا الشيء بالنسبة لي فعلا مثل ما قلت دافع كثير مهم، وهيدا الشيء الاغاني الحلوه هي اللي حتخليني انا كفي بالاخر وخليني متواجد مع الفانز. شفناك اخر فتره مشارك بدوره المخرجه رشا شربتشي للتمثيل، فهل هذا الشيء سويته لانك ناوي تحترف في التمثيل؟ هلا انا فعلا عم نحضر بالشركه لاكثر من شيء، صرنا فتره حتى لما كنت بمصر عم نحضر لشيء، وصار في اكثر من سيناريو جاهز عم نشتغل عليه وعم نحضره، ناطرين بس هيك الظرف المناسب لحتى نقدر نباشر تصوير، يعني بين فيلم قصير وفيلم طويل، حابب اني انا اكون متواجد بهيك عمل، يعني يكون جرب انه انا كممثل كيف ممكن اني انا اقدم وكيف ممكن اني اعمل شيء، واكيد تجربه مع المخرجه رشا شربتجي هي تجربه كثير رهيبه، بتعطيك خبره كثير حلوه مع الجروب اللي كان موجود، وهي محبتها للشيء اللي عم تقدمه بيظهر قدام الكل. ختاما، اليوم بتحقق صديقتك النجمه رحمه رياض نجاح كبير كلش، فشنو تحب تقول لها؟ أنا كثير مبسوط من نجاحها، بدي أوصل لها تحية كثير، يعني من الصبايا فعلا اللي هن تعبوا واشتغلوا وضلوا متابعين لوصلوا للشيء اللي بيستاهلوه، لسه إن شاء الله لأكبر من هيك، يعني بنبسط لنجاحها وبنبسط للشيء اللي هي، بنبسط بشوف الفرحة بوشها قديش هي مبسوطة وقديش هي سعيدة بالشيء اللي عم تعمله، قديش مبسوطة عم تقطف هذا النجاح اللي هي تعبت كرماله. لازم نسمع منك أغنية قبل لا نختم اللقاء ونودعك. رح نسمع شيء من أغنية خرزة الزرقاء اللي هي آخر إصدار لإلي. شو التعب التمحي الماضي أنا وليالي دموع العين اللي ما بتنتسى
ما قدرت حب غيرك وبقلبي احبسها واعمل مثلك قوي وعيش بأسى.